لأننا والله جئنا اليوم لا لنعطي العزائم لذوي الشهداء، بل جئنا اليوم لنستمد العزيمة والصبر والثبات من أهل ذوي الشهداء. 8 شهور مرت على احتجاز جثامين شهداء يوسف رائد عنقاوي ورفيق دربه أمير دراج. ما رأينا من ذوي الشهداء إلا كل صبر وثبات، كانوا هم في كل وقفة يرفعون من معنوياتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله قاهر الجبارين، قاهر الظالمين، ناصر المستضعفين، معز المجاهدين. الحمد لله على هذا الحال وعلى كل حال. جئنا إلى بيت سيرة النضال، بيت سيرة الشهداء، بيت سيرة العز والكرامة، بيت سيرة على حدود 48. اسمح لي أن أقبل جبهتك نيابة عن كل بيت سيرة، فردا فردا من طفلها إلى شيخها. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! أترك الحديث إذا حابب يا أخونا أبو عاصف كلمة طيبة طيب فيها أهل بيت سيرة. حبيب الله يسعدك أهل فينا. الشهيد يوسف وأهل الشهيد أمير دراج، باسم أهالي الشهداء، باسم الأسرى الذين يقبعون خلف خطوط العدو في سجونهم خلف الجدران، نؤكد لهم بإذن الله أننا على موعد قريب مع الحرية إن شاء الله. نحيي أم الشهيد يوسف، نحيي كل أمهات الشهداء. في هذا الحال لا نقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء. لما مر على آل ياسر وهم يعذبوا فقال لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة وإن موعدكم لقريب. فنقول لأهل الشهداء صبرا آل ياسر، ومع هذا نصر ونؤكد على العمل الدؤوب من أجل استردادهم ودفنهم في قراهم ومخيماتهم وبلادهم. البرقية للاحتلال لن تقهرنا باحتجاز جثامين الشهداء. ونقول للعالم الظالم الذي يمشي وراء هذا المحتل بأن هذه العقوبات الجميلة